تتخصص صفحة سجلات في حفظ البيانات الرقمية المتعلقة بدرجات الطالب والحضور والغياب. وتتكون صفحة سجلات من الأقسام التالية: أولاً سجل الحضور والغياب، وفيها يكون جدول المواد مرفقاً بمؤشرات حضور الطالب في محاضراته مع النسب المئوية للحضور. ثانياً معلومات نظام عليم، وفيها إحصائيات مهمة عن آخر استخدام لنظام عليم من قبل الطالب مرفقة بتاريخ الدخول الأخير. ثالثاً سجل درجات الأعمال الفصلية، وفيها جدول يوضح فيه درجات الطالب في التمارين والمشاركات والمشاريع والامتحانات القصيرة والواجبات. رابعاً كشوف الدرجات والسجل الأكاديمي. لدى الضغط على رابط كشوف الدرجات أو رابط السجل الأكاديمي، نتوجه إلى صفحة جديدة فيها رابطين. تعبئة الطلب، وفيها استمارة تقييم الخدمات الطلابية في جامعة المدينة العالمية، حيث يقوم الطالب بالإجابة على مجموعة من الأسئلة قبل الشروع في تقديم طلب الحصول على كشف الدرجات. متابعة الطلب، بعد تقديم الطلب يقوم الطالب بمتابعته من خلال هذه الصفحة. الفرق بين السجل الأكاديمي وكشوف الدرجات: السجل الأكاديمي يقدم عرضاً تحليلياً لنتائج الطالب في مواده، بحيث تتمحور النتائج حول النشاطات والواجبات وغير ذلك في كل مادة على حدة. كشوف الدرجات، وهي القوائم الرسمية القابلة للطباعة والتي تعد للجهات الرسمية عند نهاية كل فصل أو عند إتمام الدراسة.